فندق في المغرب اللي تعطاتو ايزو 22000، هي اكريديتاسيون انترناسيونال ديال لافيرونمون ديال الهيجين. حنا ما بين لي برومي اوتيل اوسي في المغرب اللي تعطاتهم لو لابيل كلي فيرت. دونك هذا لابيل اللي كيتعتم لا فونداسيون محمد السادس، و سي ان لابيل انترناسيونال، هو ديال لا بروتيكسيون ديال لافيرونمون. و هادشي بدا من النهار الاول ديال البناء ديال فندق بارادي بلاج، والبناء ديال بارادي بلاج كان فواحد الاطار ديال لا بريزيرفاسيون ديال كاع لافيرونمون اللي كان هنا اوتور. دونك الماتيريال اللي تيوتيليزا هنا في الاوتيل هو ماتيريال اللي جاي من واحد لو ريون ديال 80 كيلومتر. لا فيجيتاسيون اللي كنشوفو في الاوتيل جايه من واحد لو ريون ديال 80 كيلومتر حتى هي، دونك باش كاع الطبيعه تقدر تنبت في لا ناتور ديالها دوريجين. عندنا واحد لا ستاسيون ديبوراسيون اللي كدير الريسيكلاج ديال الامياء اللي كيجيو من البيوت وكيجيو من الكوزينا. دونك كاع الامياء كيعاودو يتريسيكلاو، كيمشيو سوا لاغوزاج ديال الجرادي، سوا كيعاودو يمشيو ان شاء الله بهذا البروجي خدامين فيه pour les toilettes, pour les chasses d'eau, باش يكونوا عاود يستعملوا لا دوري دو في ديالهم تكون entre guillemets éternel. و شنا عاوتاني ليكليراج ديال الاوتيل اللي كيدار كامل بالليد وكيكون ان فوتوفولتايك، ليكتريسيتي كامل ان فوتوفولتايك. دابا اون ان تران دانتخودور واحد لا تكنولوجي جديده، هي حتى هي ديال الشوفاج ديال لي بيسين وديال البيوتات هما، باش يكون يدار تاعو بالريسيكلاج جميعا. دونك حنا كنا من اول فنادق في المغرب وفي افريقيا اللي كانوا كيجتازوا في هذه الناحيه هذه. ودابا اللي الصعوبه هي نخليو داكشي اللي دار نخليو يكون كونستون، وان شاء الله نجتازوا عاوتاني في لي نوفيل تكنولوجي، وباش جميع الناس اللي خدامين معنا والكليان يكونوا دي زاكتور برينسيبو في هاد لوبجيكتيف اللي عندنا. خدينا دو سيرتيفيكا الاولى اللي سميتها ايزو 22000. هي اون سيرتيفيكا اللي كتهضر على ليفاليياسيون ديال لي ريسك ديال لي دونجي اليمونتير، سيتيدير قبل ما توصل الماكله لو كليون كدوز اترافيغ واحد بزاف ديال لي زيتاب. خدينا ابوبخي في لو موا 10 في 2019، وجات اترافيغ واحد الدوسي اللي كنا بريزونطيناه لي كونسيرني، يعني اللي كيعطيوك لي سيرتيفيكا، اللي هي ايمانور هي لي انستيتو ماروكان ديال نوميناسيون ديال لي سيرتيفيكا. وكما قلت لكم جات تعطاتنا لان لقاونا ادابتابل لهذوك المعايير اجباريه، وعطاونا دي معايير ترشيديه باش دو تيل فاسون لقينا روسنا ادابتابل لهذاك لو سيستيم. بالنسبه لكليف فيرت هي مؤسسه كما قلت لك عالميه اللي دخلت المغرب اترافير مؤسسه محمد السادس نصر الله. هي كما قلت لك شي ربع سنين هذه باش كنشدوها. بروميير اني ديالنا كانت الناس جاو دي زوديت جاو جلسوا معنا 3 ايام هنايا، افيكتيمون لقاونا باننا ادابتابل لهذوك التوجيهات ديالهم، يعني اجباريه وابخي عطاونا هاد الترشيديه باش سميتو. وشك اني تقريبا كناخذوها لان الحمد لله ديما في هذوك التوجيهات. كما سبق الكوليك ديالي شرط لكم اننا في 2019 بارادي بلاج حصل على سيرتيفيكا ايزو 22000 اللي فيها بزاف ديال المعايير، منها الاش سي بي اللي هي الازار كريتيكال كونترول بوينت. هاد المعايير كيحتميو بزاف على السلامه الغذائيه، كما تعرفوا بان الايزو 22000 هو تابع للمنظمه للسلامه الغذائيه اللي فيها بزاف ديال المعايير ديال ايزو 22000. هي كتحمينا حنا وكتحمي حتى الكليون ديالنا، وكتعطيهم باننا عندنا فريمون اون كاليتي اون تري بون كاليتي. من الاساس ديال هاد الحوايج اللي كيساعدونا ميم في البيرسونيل اللي خدامين معنا هنايا، هو انهم درنا اليوم بزاف ديال لي فورماسيون في السلامه الغذائيه. عندهم بليزيور براتيك اللي كيبراتيكوهم، دي ميثود اللي كيديروهم في المطبخ نتاعنا. من ضمن هاد لي ميثود هادو ان في لاريفاج تاعنا في كل صباح
كما في جميع الفنادق حنا عندنا شاك جور كاين ان اريفاج كاين دي فورنيسور اللي كيليفريونا لي ليغوم لي فروي كاين فورنيسور اللي كيديرولنا اللحوم حمراء وسمك الحوت هاد لي فورنيسور قبل ما نتعاملوا معاهم كيدير لهم بزاف ديال لي فالواسيون كنمشيو عندهم كنديروا لهم فيزيت للوكال تاعهم كنعرفوا بان هذيك لا ماتيير الي فريمون ادابتي للمعايير اللي كطلبوهم من ايزو 22000 من بعد فاش كيجيو عندنا كنديروا ان كونترول كما كتعرفوا عندنا اون ريسبونسابل دو كاليتي ديجيان اللي هي كتشوف لو ترونسبور ديال هذيك لاليمونطاسيون جاتنا واش مزيان كتشوف لا تمبيراتور ديالها واش الي ريسبكت والدور ديالي انا كنراقب لا كواليتي نتاع ديك لا ماتيير عندنا دي خضره هما اللي كيجيونا في المطبخ تاعنا الطاقم اللي تابعي عنده دي فيش اللي كيسويفيهم بحال كاينه اون شيما سيغ بلاس اللي متراسيه ملي كتبدا لا ماتيير بروميير كتدخل حتى لا سورتي ديال الكليان لو ريستوران ملي كتكون كرو كيفاش كتنيتوايا كيفاش كتقطع كيفاش كتديزانفيكتا دونك كاين بليزيور ايتاب باش هادشي كلشي كيضمن الحمايه للمستهلك اللي كيجي عندنا للفندق ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.